شاب عنده ماركة كبيرة ياسري، ما عندهاش ماركة في الرياضة، عندنا ماركة شابة مع الجامعة، الجامعة ربح بارتي اليوم بالاربيتراج نتاعو بالمنظومة نتاعو ومقابلينها، بقى مثال شوكا عنده زاد قضايا أخرى معنا يمشي كور في وادي عيابت هو في اللي كوليس نتاع المحاكم، عندنا قضية كبيرة تنشر غدوة لبعض غدوة بتاع التعويض، مين نجم يعمل فيها حتى شيء؟ مش هذه الرياضة بكل صدق معناتها وكل صراحة، الرياضة ما تنجمش تكون بالطريقة هذه اليوم، خاطر اللي يوجعك تشوف رأي الجمعية بصفة مش محب، معناها المحبين أبرك، ما تشوف رأي الجمعية نجم يكون كل شيء كرأي الجمعية، ما نجمش يكون مسؤول هذي، هذا الناس تخدم في وديع، هذا وديع يوزع في النتائج، راك تشوف الماتشوات اليوم احنا عارفين النتائج من البارح موجودة عارفينها بالدنيا كل، مش معقول أنت باش تحط أربيتر اليوم يزفرنا وقت اللي احنا عندنا معاه قضية، معناها في آخر ماتش عندنا معاه قضية منشورة في الكوميسيون دي. انت بتخدم ضد منظومه كامله تتقلق لا محاله، خاطر احنا نخدموا ضد منظومه ما نخدموا ضد معناها ضد الغير، معناتها هذيك هي الكوره، عندنا رئيس جامعه اليوم يفرق يطلع يهبط يحب يبين القوه نتاعو هو، بالعكس هو يبين الفشل نتاعو بالطريقه هذيك، يعمل الشاب اللي عمله له الشيء هذا ويطيحها، راهو الناس ما يقولوش يعطيك الصحه وديع، لا لا تبارك الله عليه احنا فرحانين له سي وديع، وان شاء الله يزيد يجيب النتائج في الايكيب ناسيونال، وان شاء الله معناها يزيد يورينا الكوره اكثر من هيك، اما ما يساش ماذا بينا كيما قاعد يكور في التراي يكور في المحاكم. تعاود تو الخلاف هذا احنا نعاودوه تو الغدوه وبعد غدوه وعام اخر وعشرين عام، مش انا 40 الف شاب وكل شاب يخمم بالطريقه هذيك، احنا اليوم نعيشوا في الفساد الرياضي، ما عندناش رياضه في تونس، اللي يراها كون عندنا رياضه في تونس راهو غلط. ما عندناش رياضه ومش هذه الرياضه في تونس ومش هذه الايماج اللي قاعدين نسوقوا فيها، واحنا سي دوماج الكره بالطريقه هذه سي بيان دوماج، هو في تو اليوم باش يخرج كل المشهد الرياضي، وانا نقول لك تو راني مش باش نخرج المشهد الرياضي، يا انا يا سي وديع ما غير حتى مشكله، ما انا مانيش خارج منه المشهد الرياضي وقاعد وواحد الشاب مش ترجع الرابطه المحترفه الاولى وسي وديع مش يمشي في البون ليون هنا في تونس، مره اخرى نقول لكم.